السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ ان شاء الله تكونوا بخير. نكمل يلا كلامنا في شابتر الانجكشن تكنيكس. سريعا جدا نفتكر احنا عملنا ايه. اول فيديو كنا اخدنا فيه كل حاجه متعلقه بهذا المانديبولر نيرف، وفهمنا الاناتومي بتاعته عشان دي يعتبر مقدمه لكل الفيديوهات اللي بعدها، وفهمنا الفرق اللي موجود ما بين الانفلتريشن والفيلد بلوك والنيرف بلوك، وعرفنا كل التفاصيل دي. تاني حصه يا دكاتره كنا اخدنا فيها الانفيريور الفولار نيرف بلوك واللينجوال نيرف بلوك، وشرحناها بالتفصيل وفهمناها. تالت حصة يا شباب اللي هي المرة اللي فاتت كنا أخدنا فيها الجوجيتس، واللي كان لها اسم تاني كنا بنسميه الترو مانديبولار نيرف بلوك. النهاردة بإذن الله دكاترة هنتكلم عن هذه الفازيراني أكينوزي. الكلام ده دكاترة زي دكتور أو عالم، هو اكتشف طريقة تانية ممكن من خلالها نقدر نعمل نيرف بلوك لثلاث نيرفات، اللي هما الإنفيريو ألفلر واللينجوال نيرف والنيرف تو مايلو هايويد. يبقى أنت تفهم الحتة دي إيه؟ تفهم المنطقه دي ايه؟ تفهموا يا شباب ان الدكتور ده هيتارجت منطقه معينه، هيتارجت يا شباب المنطقه دي قبل ما يحصل ديفيجن للتلات نيرفات دول. مش احنا المنطقه دي يا دكاتره هتدينا النيرف ده اللي هو النيرف تو مايلو هايويد، وهتدينا النيرف ده اللي هو اللينجوال نيرف، وهتدينا النيرف ده اللي هو الانفيريور الفيلار نيرف. فبيقول لك في هذا الفازيراني اكينوزي تكنيك او نيرف بلوك ان انت هتارجت المنطقه دي، فمن خلال تارجتك للمنطقه دي هتعمل نيرف بلوك لهذه النيرفز الثلاثه. فالوقت يا دكاتره اول سؤال هساله لكم في هذا الفازيراني اكينوزي، ايه هي النيرفات اللي هتتخدر معايا؟ هتقوم قايل لي ثلاثه، نيرف تو مايلو هايويد واللينجوال نيرف والانفيريور الفيلار نيرف. فكده برضو يا شباب لو سالتكم تتوقعوا معايا ايه هي التشوز اللي هتتخدر، المفروض بقى انتوا اللي تجاوبهم. نيرف تو مايلو هايويد عارفين الوظيفه بتاعته، بيروح عشان الماسلز بتاعت الفلور اوف ذا ماوس، تمام. اللينجوال نيرف هيخدر اللينجوال ميكوزا والتانك او الانتيريور تو ثيرد بتاع التانك، خلصنا من اللينجوال. ثالث واحد الانفيريو الفلر بيغذي كل الاسنان، وفي نفس الوقت يا شباب بيطلع منه هذه الانسيسيف نيرف اللي هو بيغذي باقي الاسنان اللي هم الانتيريور، وبيطلع المنتال نيرف بيغذي الباقي الميكوزا، بيغذي اللور ليب، بيغذي التشن. طب الباقي الميكوزا بتاعت مين؟ الباقي الميكوزا دكاتره بتاعت من الفايف لحد السنترال، كل الكلام ده احنا عارفينه. فلو سألتك في هذا التكنيك هو بيعمل نيرف بلوك لأي نيرفز؟ هتجاوبني. طب هقول لك بعدها، طب عرفت ايه هي التيشوز اللي هتتخدر؟ هتعرفني. كلام بسيط جدا وسهل جدا، دي يعتبر مقدمه بتاعت هذه الفازيراني اكينوزي. طب اصلا ايه السبب اللي خليني اعمل التكنيك ده؟ هقول لكم يا شباب سببين. اما السبب الاولاني ان التونج بتاع البيشنت ده كبير جدا جدا، فانت مش قادر ان انت توصل لللاند ماركس اللي انت هتشتغل على اساسها عشان توصل للتارجت اريا بتاعتك، فعلى اساسها انت مش قادر تعمل انفيريو الفيلار نيرف بلوك. ففي الحاله دي تقدر تعمل فيزيراني اكينوزي، ده يعتبر اول سبب. تاني سبب في تفاصيل شويه بس هو تريزموس، ان البيشنت مش قادر يفتح الماوس بتاعه. فانت في الحاله دي بتعمل ايه؟ انت بتخلي البيشنت زي ما هو يا دكاتره، خليك ماشي، مش انت مش قادر تفتح الماوس، خليك قافله كده اهو يا دكاتره. البيشنت مش قادر يفتح الماوس بتاعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انت بتدخل ازاي بقى؟ بصوا يا شباب وركزوا، انت بتدخل بالمنظر ده، بتجيب النيدل بتاعتك والسيرنج بتاعتك بشكل موازي للماكسيلاري اوكلوزال بلين. طب فين بالظبط يا شباب؟ بتدخل عند الميوكو جينجيفال جانكشن، من عند هذه الماكسيلا توبيرستي اللي عند الابر ايت اهو، بتقوم داخل بشكل موازي بالمنظر ده، وبتفضل ماشي ماشي ماشي، بيخترق من النيدل 25 مللي من النيدل. هل تتوقعوا انه بيحصل تاتش بون؟ طبعا ما بيحصلش تاتش بون، انت حرفيا داخل سوفت تيشو، مفيش اي بون خالص اهو يا دكاتره. ده يعتبر الفكره بتاعت الفازيراني اكينوزي. طب هذه النيدل هتوصل لحد فين؟ هقول لكم يا دكاتره هي كده كده ما بتعملش تاتش بون، بس هتوصل عند المنطقه من السوفت تيشو اللي عندها هذا النرف هينقسم للثلاث نرفات، يعني حرفيا يا دكاتره هذه النيدل هتوصل في المنطقه دي، جنبها بشويه هنلاقي النرف اللي هينقسم الى الثلاث نرفات اللي احنا بنترجتهم عشان نعمل لهم بلوك. يبقى تاني الفازيراني اكينوزي ده يعتبر كلوزد ماوث تكنيك او كلوزد ماوث نيرف بلوك. الفكره بتاعته الفكره اما بيشنت التانج بتاعه كبير فمش قادر ان انا اعمل له الانفيريو الفيلار نيرف بلوك التقليدي، واما البيشنت ده عنده ترزمس. ففي الحاله دي يا دكاتره انا بدخل ازاي؟ مش انت مش قادر تفتح الماوس بتاعك، خليك مش قادر تفتحه، البيشنت مش قادر يفتحه بالمنظر ده، هتعمل ايه؟ هتدخل بالسيرنج بتاعتك، وكل الكلام ده ان شاء الله هنشوفه الوقت في الفيديو كلينيكال. هتدخل بالسيرنج بتاعتك بالمنظر ده، هنعرف دلوقتي بتدخل بشكل موازي يا شباب لهذه الماكسيلاري اوكلوزال بلين، وبتعدي 25 مللي من النيدل، بتسيب في حدود 5 او 6 مللي، وبعد كده تقوم عاطي الانجكشن بتاعتك. يبقى دلوقتي يا شباب
دي مش زي الانواع اللي فاتت، سواء كان الجوجيت او الانفيريو الفيولار نيرف بلوك. في النوعين اللي فاتهم كنت بتعمل تاتش بون فبتعرف ان انت وصلت، اما هنا حرفيا مفيش تاتش بون. طب انا اعرف منين ان انا وصلت؟ هقول لكم يا دكاتره، هتعرف من خلال حاجه واحده بس، ان انت عديت 25 مللي من النيدل، يعني فضل قدامك 5 مللي لحد هنا مثلا، ده يعتبر اللي انت سايبه. هنا تقوم عاطي الانجكشن بتاعتك. اتفقنا يا شباب؟ زي الفل. في معلومه كمان هزودها، احنا كنا اتفقنا ان البيفل بتاعت النيدل، البيفل دي لو في بون وانت بتعمل تاتش بون اتجاهك بيكون فين يا شباب؟ اتجاهنا دايما كان ناحيه البون، صح؟ اما لو انت بتعمل انجكشن في سوفت تيشو حرفيا ما فيش بون، فانت اتجاهك بيكون فين؟ بيكون اواي فروم البون. طب ايه الفكره دي؟ انت اصلا بتقول لي ان ما فيش بون. هو ما فيش بون انت بتعمله تاتش بس، حرفيا مش انت وداخل هنا بالشكل ده، دي يعتبر اللينجوال سايد بتاع الريمس، دي مهمه جدا جدا في فازيران اكينوزي. انت ماشي وعلاقتك بالريمس ايه؟ هل انت علاقتك بيه ان انت بقل ليه، بتمشي بقل للريمس ولا لينجوال للريمس؟ لا، انت بتمشي من عند اللينجوال سيرفيس بتاع الريمس اهو. هل البيفل بقى اتجاهها ناحيه اللينجوال سيرفيس بتاع هذا الريمس، ولا دكاتره اواي فروم اللينجوال سيرفيس بتاع الريمس؟ بيكون اواي فروم اللينجوال سيرفيس بتاع الريمس، دي كنا اتفقنا عليها من الفيديو الرابع في الشابتر اللي فات. اتفقنا يا دكاتره؟ دي اعتبر الفكره بتاعتها. تعالوا مع بعض كالعاده هنكتب التارجت اريا بتاعتنا. التارجت اريا يا شباب عباره عن ايه؟ سوفت تيشو. طب السوفت تيشو دي موجوده فين بالظبط؟ هقول لكم يا دكاتره، موجوده في الميديال سيرفيس اوف الريموس. انت بتمشي في السوفت تيشو قد ايه؟ بتعمل بنتريشن قد ايه؟ بتعمل بنتريشن 25 مللي، وساعتها تقدر تعمل الانجكشن بتاعتك. طب سؤال، اشمعنى انا بمشي 25 مللي؟ لان يا دكاتره بعد ال 25 مللي دول هنلاقي المنطقه اللي عندها النيرف هيدينا الثلاث اخوات. مين الثلاث اخوات؟ اللينجوال والنيرف 2 مايلو هايويد والانفيريور الفلر. يبقى المنطقه دي اللي انا بتارجتها بتكون بعد 25 مللي، دي يعتبر المسافه الهوريزونتال. اما المسافه الفيرتيكال هنعرفها يا دكاتره دلوقتي ان شاء الله في الفيديو من خلال كمان اللاند ماركس. دلوقتي اتفقنا انت بتدخل ازاي؟ شايفين يا دكاتره المنطقه دي، دي يعتبر الاسنان بتاعتنا، ودي يا دكاتره يعتبر البون. البون ده بيكون متغطي بالجنجفا والباكل ميوكوزا، صح؟ بيكون في جانكشن ما بين الجنجفا والباكل ميوكوزا، كنا بنسميه ميوكو جنجفا جانكشن، صح؟ انت بتمشي من عند هذا الميوكو جنجفا جانكشن، هل كده ولا كده ولا بتمشي موازي؟ لا، بتمشي موازي بالشكل ده، بتمشي موازي وبتقوم ماشي ال 25 مللي وتقوم عامل الانجكشن بتاعتك. اتفقنا؟ ده اللي ان شاء الله دكاتره هنعرفه في فيديو كلينيكال. تعالوا يلا نشوف الفيديو كلينيكال بتاعنا وبعد كده نرجع البورت، فيلا بينا. يلا يا شباب نشوف التكنيك بتاع هذا الفازيراني اكينوزي. زي ما اتفقنا طبيعي جدا هتستخدم لونج نيدل اللي هي 31 مللي، والجوج بتاعها هيكون 25 او 27، مش هتفرق قوي. الوقت يا دكاتره زي ما انتم شايفين وزي ما وريتكم على سكال، انت بتدخل فين؟ تدخل ميديال زي ما انتم شايفين هنا، تدخل ميديال ليها زي الريمس. شوفوا بقى الدكتور عملت ايه. هي الوقت يا دكاتره زي ما انتم شايفين دخلت ميديال للريمس. نقف هنا ونشوف الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. انا شايف ايه؟ انا شايف يا دكاتره ان هنا وليكن موجود ال7 وهنا موجود ال6 ولو في 8 تمام. انت بتشوف ايه؟ بتشوف الحاجه بنسميها ميوكو جنجفا جانكشن، ده الجنجفا وفوقها شويه موجود الباكل ميوكوزا، ما بينهم حاجه بنسميها ميوكو جنجفال جانكشن. انت بتمشي حرفيا في نفس المستوى بتاع الميوكو جنجفال جانكشن ده، كلينيكالي جدا بتقدر تحدده وبسيط جدا. فانت بتدخل في نفس المستوى بتاعه، وبتدخل والسيرنج بتاعتك والنيدل بتاعتك حرفيا موازيين زي ما انتم شايفين كده اهي، موازيين لمين؟ موازيين للاوكلوزال بلين بتاع المجزله. فزي ما انتم شايفين يا شباب انا عندي ثلاثه لاند ماركس مهمين جدا 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 لازم امشي عليهم. رقم واحد يا شباب وهي الميوكو جنجفال جانكشن بتاعت هذه الابر 8 او الابر 7 ايا كان اللي موجود ايه، تمام؟ ده رقم واحد بيبقى ميوكو جنجفال جانكشن، ده اول لاند مارك مهمه جدا. تاني حاجه هي المجزله التبيروستي. ليه؟ لان يا دكاتره حرفيا حته السوفت تيشو اللي انت هتعمل فيها الانسرشن هي بجانب هذه المجزله التبيروستي مباشره، وليكن المجزله التبيروستي اللي هي المنطقه دي هي جنبها بالظبط. فدي يا دكاتره يعتبر اللاند مارك رقم 2. اللاند مارك رقم 3 ودي مش مهمه قوي، وهي دكاتره الكورونويد نوتش بتاعت الريمس، ده عرفناها وزهقنا منها. فالوقت احنا اهم اثنين عندنا هي المجزله التبيرستي وميوكو جنجفال جانكشن بتاعت هذه الثيرد مولر. اتفقنا؟ نكمل كلامنا. الوقت الدكتوره هتعمل ايه؟ الكلام بسيط جدا جدا، ده حرفيا داخل في سوفت تيشو، هتمشي بالظبط في حدود 25 مللي من هذه النيدل وتقوم عامل الانجكشن بتاعتك. بصوا يا شباب الوقت زي ما انتم شايفين كده احنا اتفقنا هتعمل الانجكشن بتاعتك،
بعد ما انت عملت ريتراكشن كل حاجه انت شايفها قدامك كويس، بتوصل النيدل عند السوفت تيشو اللي مجاور مباشره لهذه النرف اللي هينقسم الى الثلاثه نرفات الاخوات اللي احنا متفقين عليهم. تعال بقى نبص هنا ونركز شويه، النيدل دخلت قد ايه بالظبط؟ دخلت الدكاتره في حدود 25 مللي، سابت لنا 5 مللي او 6 مللي، فدي الدكاتره يعتبر حته الانسرشن، وده الدكاتره يعتبر الفيزيراني اكينوزي، بسيط جدا جدا وسهل جدا. تعالوا يلا نكمل كلامنا على البورد. اظن يا دكاتره كل حاجه اتضحت في هذا التكنيك، الكلام سهل، عرفنا التارجت اريا بتاعتنا تمام. الوقت بالنسبه للاند ماركس احنا عندنا اثنين مهمين جدا، الاولاني يا دكاتره هو الميوكو جينجفال جانكشن بتاع مين؟ بتاع الويزدم. والثاني يا دكاتره هو مين؟ هو ماكسيلا تيبرستي. الكلام ده معروف وبسيط جدا جدا جدا، ده يعتبر اللاند ماركس. بعد كده عندنا السايت اوف انسرشن. تاني احنا بنتارجت ايه؟ بنتارجت مجرد سوفت تيشو، بس فين بالظبط؟ عند المنطقه دي قبل انقسام النيرف الى ثلاث نيرفات الاخوات اللي احنا متفقين عليهم. طب انت السايت اوف انسرشن اللي النيدل هتخترقها منين بالظبط؟ هقول لكم الدكاتره هي عباره عن السوفت تيشو، ودي مهمه، اللي موجوده عند الميديال سيرفيس بتاع الايه؟ بتاع الريموس. طب قول لي المستوى، المستوى اللي انا همشي عليه. هقول لك ان انت ماشي مع نفس المستوى بتاع الميوكو جينجفال جانكشن بتاع الابر مين؟ بتاع الابر 8، وبيكون الدكاتره نقطه الاختراق مجاوره لهذه الماكسيلاري تيوبرستي. كل الكلام ده وضحناه وسهل جدا. طب عرفني كده برضو نقطه انا عايز اعرفها، الليفل بتاع الانسرشن علاقته ايه او مقارنه بالانفيريو الفيلر نيرف بلوك، اعلى ولا اقل؟ طبعا اعلى، بس لما نيجي نقارنه بالجوجتس لا، هو الليفل بتاعه اقل. يعني لو جينا نرسمها بالشكل ده، دي يا دكاتره الليفل بتاع الانفيريو الفيلر، انفيريو الفيلر نيرف بلوك، وده يعتبر الليفل بتاع هذه الفازيراني اكينوزي، وده يا دكاتره يعتبر الليفل بتاع هذه الجاو جيتس. تمام، عشان بس لما يجي نقارن الليفل بتاعهم، فده يعتبر حته السايت اوف انسرشن. بالنسبه لدكاتره للسيرنج انت ماشي حرفيا موازي للاوكلوزال بلين بتاع مين؟ بتاع المجزلة. حلو. بعد كده النيدل، النيدل احنا اتفقنا هنعرف عنها جوج متوسط 25 تمام. اما بالنسبه للنيدل كطول هتبقى دكاتره اللونج نيدل، بتدخل قد ايه بالظبط من النيدل؟ بتدخل 25 مللي، دي نقطه مهمه جدا جدا. اخر حاجه البيفل، هل البيفل توارد البون ولا اواي فروم البون؟ هنا يا دكاتره اواي فروم البون. ليه؟ لان انت مش بتعمل تاتش بون، ففي الحاله دي بتعمل البيفل بتكون اواي فروم البون. وعلى فكره دي موضوع ام سي كيو مهمه جدا جدا جدا، فدي دكاتره يعتبر اهم النقاط اللي عايزكم تعرفوها. طب بالنسبه للاونست هل بتطول؟ لا، ممكن متوسط 5 دقائق، ما بعدناش قوي يعني، حتى اقل من الجوجتس. طب بالنسبه لدكاتره للحته بتاعت انت هتدخل قد ايه من السوليوشن، هقول لك احنا بندخل من 1.5 ل1.8، وليكن انت بتحط كربوله كامله في المكان ده. اما النوع اللي فات الجوجتس كنا بنحط دكاتره 3 مللي، بتحط كربوله الاولى وبعد كده بتحط 1.2 من الكربوله الثانيه، لازم تقارنهم. انا عايزكم تعملوا ايه بقى؟ احنا خلاص يعتبر خلصنا العنوان ده اللي هو الفازيراني اكينوزي، عايزكم ان شاء الله دكاتره تجيبوا كل عنوان وتكتبوا تحته كل الكلام انتوا شايفينه ده. على فكره انا ما مسحتهمش، يعني التارجت اريا واللاند ماركس والسايت اوف انسرشن والسيرنج والنيدل وبيفل، انا عايزكم تكتبوها عندكم، والاونست كمان، واكتبوا كمان انت بتحط قد ايه من السوليوشن، عايزكم تكتبوا في كل ورقه كل حاجه فيهم، اوكي؟ وتقارن بقى في الانفيرو الفيلر اخذنا التارجت اريا كذا، لا في الجو جيتس اخذناها حاجه ثانيه خالص، لا يا دكاتره في هذه الفازيراني اخذناها حاجه ثالثه، طب بالنسبه للسيرنج كنا اخذنا هناك كان كذا، لا هنا اخذنا موازي للكلوزا بلين، لا هناك اخذنا كذا. لما انت حرفيا هترسم عندك في كشكول كل صفحه تعمل نوع معين زي ما انا ماشي معاكم، انا حرفيا دلوقتي ماشي كل فيديو بشرح نوع، انا عايزك تعمل كده في كل ورقه، هتقوم عامل نوع الانفيرو الفيلر نيرف بلوك في ورقه، والفازيراني في ورقه، والجو جيتس في ورقه، ان شاء الله المره الجايه اللونج بقل في ورقه، اوكي؟ بحيث انت هتثبت المعلومات دايما في دماغك. الرسمه دي مستمره معانا من البدايه، لازم تكونوا راسمينها لان هي اساس كل المانديبولر انجكشن تكنيكس. كده خلصنا الفازيراني اكينوزي، اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي مع اللونج باكل نيرف بلوك. يلا سلام عليكم.